احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله احييكم جميعا بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنا نتحدث في الحلقه السابقه عن الرضا، ونريد ان نعطي اليوم النموذج الاكبر لائمه الراضين في هذه الحياه، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النموذج المثالي والعملي لقضية الرضا. لما ذهب الى الطائف يدعوهم الى رب العباد سبحانه وتعالى، خرج الصبيان عليه صلى الله عليه وسلم وقذفوه بالحجارة، وارتكن هناك في ظل البستان يدعو رب العباد سبحانه، وينزل اليه ملك الجبال: يا محمد ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين لفعلت. قال: دعهم، عسى رب العباد ان يخرج او ان يهدي رب العباد قومي فانهم لا يعلمون، او ان يخرج من اصلابهم من يوحد الله رب العالمين. ماذا قال في دعائه صلى الله عليه وسلم عندما وقف او جلس هناك يناجي ربه سبحانه وتعالى: لا احد له سواه، ولا رب غيره، ولا معبود الا سبحانه وتعالى. قال: اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، الى من تكلني؟ الى بعيد يتجهمني، ام الى عدو ملكته امري؟ ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. اعوذ بنور وجهك الذي اضاءت له السماء والارض وصرف عليه امر الدنيا والاخره من ان تنزل بي غضبك او يحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوه الا بك. في هذا الدعاء مثال تام لمسألة الرضا. كيف الإنسان عندما ينزل به ابتلاء اختبار، ما الذي يصنع؟ أن يعني يجب أن تتوقف أنت عند الابتلاء في هذا الدعاء العظيم الذي كان يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدعو وهو في حالة من ظلم الأقربين ومن جفاء الأبعدين: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي. احفظ هذا الحديث: إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. انظر إلى هذا الكلام: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره من ان تنزل بي غضبك او يحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوه. اذا بهذا المثال العظيم، وبوصيه اخرى للنبي صلى الله عليه وسلم عندما اوصى صحابته ان سبحان الله في مساله الاستسلام التام لقضاء الله سبحانه وتعالى والرضا به، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى احدكم الموت من ضر اصابه، فان كان لابد يعني كان مضطر يعني فاعلا، فليقل: اللهم احني ما دامت الحياه خيرا لي، وامتني او توفني ما ان كانت الوفاه خيرا لي. اذن المساله هي عند الله سبحانه. هذا مثال الرضا بالله عز وجل، هذا مثال التوكل على رب العباد. هذا سعد بن ابي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كبرت به السن ابتلي واختبر بالعمى، فكان يقال له: يا سعد، انت مستجاب الدعوة، فادعو الله ان يزيل عنك هذا العمى ويعود اليك بصرك مرة اخرى. كان يقول: مراد الله خير من مرادي. سبحان الله. وكان عمر يقول: والله ان اسلام العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل عندي من اسلام الخطاب. قالوا: كيف يا امير المؤمنين؟ قال: لان اسلام العباس يدخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسلام الخطاب يدخل السرور على قلبي انا، وادخال السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى عندي وارضى لي من ادخال السرور الى قلبي انا. فانظر كيف كان هؤلاء. اللهم اجعلنا من اهل الرضا، واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.